لا ربنا مديني الصبر. والله بديه كتير بس الحمد لله ربنا مديني الصبر. والحمد لله يعني احمد ربنا اللي انا ما ببصش للي اعلى مني، دايما ابص للي اقل مني. ما ببصش لحد واحقد عليه. ما ببصش لحد انه ده اصغر مني وركب عربيه. ما ببصش لحد انه اصغر مني وقاعد في شقه تمليك، لا عمري ما بصيت لحد كده ابدا. رغم ان الظروف ضاقت قوي بس الحمد لله راضي بعيشتي. كمال الكحلاوي سني 65 سنه من مواليد الضرب الاحمر، والمحل بتاعي في حاره الروم. شهرة الكحلاوي من فيلم محمد الكحلاوي في فيلم طاقه الاخفاء. و وعبد الله اتفضل يا حاج اتفضل. فكان هنا المحل مشهور جامد في الضرب الاحمر وكان ليه اسم جامد، وانا ورثته منه والحمد لله ربيت عيالي باحسن تربيه وطلعتهم كويسين يعني الحمد لله. منطقه حاره الروم هنا، منطقه حاره الروم اصلا سموها كان في دير مسنين جوه بتاع الرومان، فكنت انا صغير بروح مع ابويا في دار عشان يصلح لهم اي حاجه، فكان ياخدني معاه في سن 7 سنين. ابنك يا محمد ده؟ اقول لهم ابني. فاللي كان يجيب لي موزه، اللي كان يجيب برتقانه، يعني كانوا يرحبوا بيها جامد او يفرحوا. شكل اقباط الروم طبعا ناس خواجات، فيهم بيض وعينيهم خضرة، وفيهم اللي شعره اصفر طبعا، في اللي شعره ابيض مع السن. السلام عليكم، بعد اذنك يا صاحبي. اتفضل يا عم. والدي اتجه للمهنه، لمهنه البواجير، وبدا من سن 20 سنه زي ما قلت لحضرتك، وبعدين كان واقف بترابيزه بره وخد المحل ده. انا نشات في المحل ده، طلعت لقيت المحل ده مع والدي، وكان لينا زبون جامد قوي قوي، وكان في بالذات زمان كان لما تيجي عروسه مثلا عايزه تتجوز عايزه باجور، فلازم الباجور ده اساسي في القايمه كمان، يعني لازم تحط في القايمه. فكان يدفعوا العربون قبل ما العروسه تخش بشهر، كان الباجور بجنيه، ويقعد تجوز بيه عيالها. شغله الباجور من 10 سنين بدات تقل، طبعا الستات في البيت ما تحبش الحاجه اللي هي تبهدلها الشقه، بدا ينقرض يعني ينقرض لغايه ما بقى دلوقتي يولع في شهرين الشتاء بس، من شهر 12 لشهر 1. الصنعه دلوقتي بقت انتيكه زي الاثارات بتوع زمان. انا معلم ولادي، معايا عبد الله بكلوس سيجاره، وكان في القوات المسلحه في الصاعقه، ولسه طلع 1-3. لو عايز اوريك الصور بتاعته موجوده. ومعايا مصطفى دبلوم تجاره وداخل قوات مسلحه الشهر الجاي ان شاء الله. وعندي ثالثه اعدادي. انا اللي ما حققتوش في نفسي عايز احققه في عيالي. انا بيقول لي طب الناس السباكين والبتاع جابوا عربيه، قلت لهم لا، اللي انا ما جبتوش عيالي حققوه ان شاء الله. الحلم بتاعنا ان انا اعمل حجه. دي ختامة حياتي. ما روحتش ولا عمره، نفسي.